بتحصل لنا المشاكل، ليه بتحصل لنا المصائب، ليه البلاء والابتلاء، وهنفرق ما بين الاثنين. بصوا خلينا في البدايه كده يعني ندي معاكم ارضيه جميله ونقول شويه معاني، وركزي معايا كده علشان كلمه انا ليه بتحصل لي مشاكل وليه بتحصل لي مصيبه بيجي معاها ازمه نفسيه، ازمه نفسيه بجد، ويجي معاها استغفر الله كلمات يعني لو اتقالت وانت ايقنتي كده وسمعتيها بودنك وعقلك وقلبك كده تقول يا رب استغفر الله ان انا قلت الكلام ده، يا رب استغفر الله يا رب ان انا قلت عليك كده، لانك انت مش بتذم الموقف ولا بتذم المشكله، عندك زوجك معرفش عامل لك ايه، وعندك اولادك معرفش عاملين ايه، وعندك مش عارفه فلانه اصل حصل لها وقالت عليا، وفي الشغل كل الدنيا دي وتيجي عليكي، ولو ما عندكيش الكلام اللي احنا هنقوله النهارده احذري فعلا، مش بصي هتكتئبي، ده انت هتكتئبي وتكتئبي ومش عايزه اقول لك هيحصل ايه. خلينا نتفق ان خير ما رزق به القلب اكتر حاجه من النهارده الجمعه، بقى بنتكلم كلام جميل اهو، فيعني ايه كل واحده مش بقول بقى ورقه وقلم النهارده، لا انا عايزه النهارده ما تفتحوش ورقه وقلم، انا عايزه النهارده تفتحوا قلوبكم للكلام اللي انا هقوله. خير ما رزق به القلب هو اليقين. ايه هو اليقين؟ ها الشيخ السعدي كان قايل هو العلم الذي باشر القلب، واليقين هو استقرار الحق في القلب حتى لا يجد الباطل اليه سبيلا، خلاص مش هيقدر. فيجي الشيطان يوسوس لك، بلاش يوسوس، بيقول لك ما بيوسوس، بيقول لك ما هي عندنا كلام وسوسه. ايه كل اللي بيجرى لك ده؟ ليه انت؟ ايه الاذى ده كله؟ ايه الزوج اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده؟ ايه العيال دول؟ ايه الجوازه دي؟ ايه الناس اللي بتاذيكي ده؟ وتبص تلاقي انت ايه؟ أو ده اللي الشيطان بيعمله. ازمه نفسيه يجيبها لك ليه 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 ليه؟ ويوقعك في مصيبه، اعتراضك على قدر الله. مصيبه كبيره على فكره. فاحنا نرد عليه بايه؟ ركزي معايا، انا قلت النهارده تفتحوش ورق، افتحوا قلوبكم بس، افتحوا قلوبكم النهارده، افضلوا صلوا على رسول الله السلام كده عشان تبقى ايه؟ اعرف اوصل لكم المعنى اللي يطيب القلب. ده انا هقول لك كمان هديه بتاعت حلقتنا النهارده، ازاي الله سبحانه وتعالى يرضيكي. والله يرضيني وانا في الازمه دي، اه، ويرضيني وانا في الحاله النفسيه السيئه دي، اه. يبقى اليقين عن الله سبحانه وتعالى. الرضا ان انا ارد على الشيطان بوسوسته بقى انا راضيه بقدر الله، وانك تعلمي ان الله حكيم لا يظلم الناس شيئا. ليه بيتي كده يا رب؟ الدنيا ولا عليك، ايه الجوازه دي يا رب؟ ليه ربنا ليه ليه ليه؟ ازمه نفسيه، وقلت لك يوقعك في اكبر كبيره، ايه؟ اعتراضك على اقدار الله، مصيبه. ومش اقدار الله العاديه كمان المؤلمه، تقول لك لا الحاجات الحلوه دي انا صابره، لكن اقدار الله المؤلمه دي لا. اعلم ان ما في شيء بيجري في الكون عبس، عشان بس نبقى فاهمين، واي ازمه بتيجي سواء ازمه وهميه او حقيقيه هي بعدم معرفه الناس ان ربهم ايه؟ حكيم جل جلاله. النهارده هنتكلم عن الحكيم والحكمه في الافعال. ورد اسم الله الحكيم 91 مرة في القرآن، بيأتي مقترن بأسماء تانية، يعني اسم الله العزيز مثلا جه معاه 46 مرة، وهو العزيز الحكيم، لتعلموا أن الله يضع كل شيء في موضعه، والمناسب له والحكمة يعلمها، والمصلحة ليك. لو طب ما أنا عارفة، بصوا بقى، بصوا خلينا واقفين هنا شوية. ما انا عارفه ان ده بيحصل، وانا عارفه ان الله حكيم ودي احكام ربنا وكذا، بس يا دكتوره هلا والله الوضع يعني مش كده يعني. ما هو في علم اسمه علم المعرفه، كلنا طفل 5 سنين عارفه، الطفل 5 لما بيروحوا الحضانه كده ويعلموهم هو مين الرازق ومين الخالق، قول الله عز وجل، ها. لكن انت يا كبيره بقى في فرق، ده علم انت عارفه زي الطفل ابو 5 سنين اهو، ها. لكن ايه الفرق؟ علم اليقين اللي بدأت شرحه بأول جملة في الحلقة هو العلم اللي باشر القلب. اليقين إن ما أصابني من الحق أو ما أصابني من أمر أبدا هو مكان ربنا سبحانه وتعالى، هو قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى إرادة الله سبحانه وتعالى إيه؟ نافذة. في عزة اسم الله العزيز الحكيم بيجي مقترن زي ما قلنا في عزة القهر وعزة الامتناع وعزة الغلبة. الله له إرادة، وإرادة الله عز وجل نافذة بعزة. زي إيه؟ زي الله عز وجل معز سيدنا يوسف، ها، إخواته أرادوا له الذل ويقتلوه حطوه في البئر، أعزه الله أصبح عزيز مصر. امرأة العزيز قالت لا يكون، لو ما عملش لو لا يكونن من الصاغرين، لا أعزه الله وبقى كذا، وكل الدنيا بقت تحت أمره، هو كده الله عز وجل. طيب ساعات بيقترن اسم الله الحكيم باسم الله العليم، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا
والله عليم حكيم. كذا مرة جت عليم حكيم، إن الله عليما حكيما، يبقى بيقترن بالعزيز وبالعليم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل يصلحنا بعلمه وبحكمته فيربينا. بصوا يا جماعة، في عباد بتقتل عباد، لا ما بيعملوش العبادة بسهولة، وما بيطيعوش ربنا أو يقربوا من الله عز وجل بسهولة. فالعبد مثلا بيبقى فيه عيب معين أو مرض معين، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بعلمه. ليه؟ عشان يعلمه ويربيه.